a Snapdragon 845 mobile platform. رقمي تي في أعلنت كوالكوم عن المعالج الرائد سناب دراجون 845 بتقنية 10 نانومتر التي طورتها سامسونج، وتوفر استهلاكا أقل للطاقة بنسبة 15% وأداء أفضل بنسبة 10% من تقنية الجيل الأول كما قالت كوالكوم. المعالج سيكون بمعمارية كرويو 385 المبنية على المعمارية الجديدة المقدمة من شركة ARM، وهي كورتكس A75 للأنوية ذات الأداء العالي و A55 للأنوية ذات الاستهلاك الأقل للطاقة، وتجعل تعدد المهام أكثر سلاسة مع تبادل الأدوار بين الأنوية في المهام المختلفة، نتيجة لتوفير مستوى ثالث من ذاكرة المعالج كاش ميموري بمساحة 2 ميجا بايت. المعالج سيتوفر بثماني أنوية، 4 للمهام المعقدة ولتوفير أداء قوي بتردد يصل إلى 2.8 جيجا هرتز، و4 للمهام البسيطة مع استهلاك أقل للطاقة بتردد يصل إلى 1.7 جيجا هرتز، ويأتي بمعالج رسوميات جديد أدرينو 630. وذكرت كوالكوم أنه يوفر أداء أفضل ب 30% من الإصدار السابق أدرينو 540 مع استهلاك أقل في الطاقة. كما يدعم معالج الرسوميات دقة شاشة تصل إلى 2K في 2K، ومعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتز. وأوفرت معالجا خاصا لمهام الذكاء الاصطناعي وأسرع 3 مرات من سناب دراجون 835. كما تم تحسين معالج الصوتيات في الهاتف، وأصبح يوفر صوتا أنقى وتبيانا أعلى مع استجابة أسرع لمعالجة الأوامر الصوتية. وأصبح المعالج يدعم إضافة كاميرا بعدسة واحدة بدقة تصل إلى 32 ميجا بكسل أو كاميرا مزدوجة بدقة 16 ميجا بكسل، كما يتيح إمكانية تصوير فيديو حتى دقة 4K وبسرعة 60 إطار في الثانية مع تباين ألوان أعلى ب 64 مرة من الإصدار السابق كما ذكرت الشركة. وأصبح المعالج الجديد يدعم الاتصال بشبكات الواي فاي التي تعمل على تردد 60 جيجا هرتز، ووفر سرعة نقل بيانات تصل إلى 4.6 جيجا بت في الثانية. وكذلك يوفر شريحة مودم X20 LTE والتي تدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع بسرعة تصل إلى 1.2 جيجا بت في الثانية. من المتوقع أن يكون هاتف سامسونج جالاكسي S9 هو أول هاتف يأتي بالمعالج الجديد، خاصة أن سامسونج هي من تقوم بتصنيعه. لكن المدير التنفيذي لشركة شاومي أعلن أيضا أن الهاتف الرائد القادم من شاومي سيحمل سناب دراجون 845، ومن المتوقع أن نراه أيضا في العديد من الهواتف الرائدة التي ستصدر خلال العام المقبل.